كان ايه اللي صابك يا زينة الشباب؟ فوق فوق وطبني يا سيدي رجالي. نادر عليا لو ربنا كرمه وقام بالسلامي لدبح جدي ووزع البلد كلتي. عيب عليك يا راجل اختيش، هو الزعيم مقامه جدي برضو. بسم الله الرحمن الرحيم، هبتدى يفوق اهو. الكنز سليبي. اللهم صل على النبي. انتوا ناس تانية. لا حول ولا قوة الا بالله، بيخطرف يا رجال. ايه صابته؟ الحمد لله على سلامتك يا بطل. الحمد لله على السلامة. تمام، ده انا دغدغكم كلكم. انتوا بتضربوني؟ عايز انا مش من المنطقة تضربوني؟ لا يا سليب. انا هتضرب اجل اوريك انت. انت بخير يا زعيم؟ الحمد لله. هو ايه اللي حصل يا سليبي؟ والله فاكر يا فتحية، والله فاكر، بس انا كل اللي انا كنت فاكره انه كان في خناقه مع حد فرديته بالبنيه. انت دحنا ايديا دخلت في عطر. اصل الناس لقوا باربي في الشارع. باربي في الشارع يعني منتهى الصلاحيه انا ولا حاجه؟ مش مهم، حبدل على سلامتك ان شاء الله. يعني ده شارع بعيد بعيد الشارع عليك يا فتحية. صدق اول مره احس ان في بني ادم بخاف عليا، وفي حنيه كده وودن يعني دنه. قول لي انا بخاف عليك يا زعيمني. ايه يا عم انت ده؟ ايه يا اخويا خضيت ودهدي؟ ايه زعيمنا ما يتخضش يا عم؟ لا يخد بالك بزيك يا عم. استنى، انت مش عارف التنين اصلا. انت ما فيش اي تمييز. انت مش في لحظه هنا عاطفيه تميز لحظه فيه هنا ودن وحنان؟ يبقى ما يبقاش حنكك يروح داخل في حناكنا واحنا لسه بنتكلم في الرومانسيكيه. ده عبيط ده ولا ايه؟ وكتاب الله الزعيم بتاعنا دي لو في منه 10 في بلدني لكنا نبقى احسن من اوروبا، وكان زمان جيوشنا جوه بلاد الانجليز كده، وكانوا هم اللي هيبقوا عبيد مش احنا. ايوه الاولى، وكان زمان مصر دي البلد اللي ما تغيبش عنها الشمس ابدا، وكان زماننا بعيد. بلا زبني بلا بكني. قوم يا اخويا اتطوقوا كبلوا كلامكوا بره، سليب لسه تعبان والقلب جوه ضلوعه. احنا عادتنا ملهاش لازمه. بس انا عايز اقولك على سر يا سليمبي، حكايه هريسه اللي بتخطرف بيها طول الليل دي وموضوع الكنز هيكون سبب موتك. اللهم اني قد بلغ، اللهم فتشك. ايوه تمام كده، واكيد العمده هو اللي عمل المهرس ده يا رجاله. ده الراجل ده شكله ده ضربني. اني ايوه دماغي كده فاكرها. لا اله الا الله. مين؟ عليك سلام الله. وانت عليك غضب الله. مقبولة منك يا سي هريسي، مقبولة منك يا هريسي. يا ابني مش عايز تعقل كده هو بقى وتدل العمدة على مطرح الكنز وتمتثل للقضاء والقدر؟ سيب القضاء والقدر لصاحبه، فهمني. من اللي ادى اسماء الفلاحين الغلابة للاستعمار الانجليزي عشان يشنقوهم؟ كلامك غامض علي. الكلب اللي بيكنس من ورا خدمة الإنجليز على حساب أهل بلده ويبيعهم بالرخيص، الشيطان اللي انت حطت يدك في يده. يعني أنا إيه؟ ده هو الشيطان هنا؟ ما تلم نفسك يا سهريسي، انت مش شايف بتكلم مين؟ لا مش شايف، ولما انت أعمى البصر اتكلم على قدك. انت بتعايرني على اني اعمى؟ انا صحيح اعمى البصر، لكن انت اعمى القلب والبصيري. اسفخس عليك عمده معفن، عمده هزو. انت واهلك اللي هزو وعيله وطيه ولا عنوان. طخ الواد ده عيارين قاعدين الربايه دي. البندقيه ما فيهاش رصاص يا عمدي، قلت لك 100 مره قبل كده ان شاء الله حتى نحط فيها قرنين فلفل احمر. تهويش كده يعني؟ يا تجدهي في امك.
يمين بالله ثلاثة، ثلاثة بالله العظيم، لو ما قريته بالحقيقة بكرة قدام الناس في صلاة الجمعة. بكرة الثلاثة يا هريس. يا سيدي مشيها جمعة. وبعدين أنا راجل أعمى، أنا بحذركم إن ما قريته للناس بالحقيقة هكشف سركم قدام البلد كلها، أنت والشيخ العرة دي، هخليهم ياكلوكوا بسنانهم ويقطعوكوا نساير نساير. ولا علوان استوسخ لي سكينة مصدية وهاتها عشان احس بيها رقبة الكلب ده. سكينة ايه يا عمدة؟ بس تعالى تعالى بس تعالى بس ابني يا فش غلي. صلي على النبي يا راجل، يلا بس تعالى. اصي عليك وتفي. الحمد لله الحمد لله انني راجل اعمى عشان ما اشوفش الوجوه العكرة دي. والنبي يابا علقيني على براد الشاي عشان اعمل كوبايه الشاي لسليب. حاضر يروح امك وقلب امك. النبي يا رب ارجع لايه متجوزه. بطلي برطمه يا وليه وروحي اعملي لي كوبايه شاي معاك يا كمان. حاضر يا اخوي. والنبي يا رب تسمع منه. واني هنام شويه. ماشي عيلة عيلة متفهمة. سلبتك يا سلبي. ما بلاش سلبي دي، يعني سلبي دي بحس ان انا قاعد قدامك عريان. يا بنت عسل والمصحف ده والنبي عسل يا بنت. ده انت بصي ده بصي في عينيك بحس ان في مصيص من الامل جاي. في سفينة ميه كفايه ميه كفايه ميه فتحية. لازم اني نزل الحراري. حراره ايه اللي تنزل؟ ده انت لو بتنزلي عليه كان زمانه نزل وغير دلوقتي وبيقولوا انقذوني. خلاص يا سيدي بلاش. بص بقى دلوقتي بقى ايه؟ قربي مني. احترم نفسك يا سيدي. ماشي خلاص قربي شويه كمان. حلو كده؟ يا بنت بالراحه. العين دي قطع عامل نفسه نايم وكانه جاي له غبوبة السكر، وأمي بتجيب الشام المزارع كنيا، وبنت قافزة على رجل. بتكسف ديش يا سيدي. لا مفيش كسوف خالص. بص بقى يا ستي خليك معانا يا عم الحج وانت نايم كده. ها بص بقى، انا فكرت في الفترة اللي انا كنت نايم فيها. يوه بتفكر ازاي وانت نايم؟ بتفكر ايه؟ بتفكر ازاي وانت نايم؟ ايوه طب انا هضيع وقتي في ايه وانا نايم؟ لازم احلم عشان خاطر افكر ولا اعمل اي حاجه. انت طبعا وجودك عند العمده في قلب البيت مهم، عشان انا لما رجلي تدب كل شويه ابقى داخل بحجه. ايه هي بقى الحجه؟ ايوه عشان نبقى دايما في بينا وبين بعض تلاقي. ماشي نعمل ايه؟ نتجوز. الف بركه. ده كمين ده.